الأيام اللي فاتت ناس كتير جدا كانت بتسأل يا ترى فلوس رأس الحكمة وصلت ولا لأ، يا ترى الحكومة بتاعتنا هتعمل إيه بفلوس رأس الحكمة. الرد وصل سريعا جدا ومن أكبر رأس في الدولة على لسان فخامة الرئيس المشير عبد الفتاح سعيد خليل السيسي، الرئيس المصري اللي خرج النهاردة في مؤتمر قادرون باختلاف مع أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعلن وبشر الشعب المصري كله فلوس رأس الحكمة وصلت امبارح يا جماعة الحمد لله، والجزء الثاني منها يوصل يوم الجمعة. وشكر فخامة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات على الوقوف بجانب مصر. فهنا الجزء الأول، الفلوس وصلت ولا لا؟ أنا عايز حضراتكم تطمنوا، الرئيس بنفسه طمنكم وطمننا وطمن العالم كله والشعب المصري كله إن الفلوس جاية. طيب نيجي للسؤال الثاني بقى، الفلوس دي هنعمل بيها إيه؟ هل هندفع بيها للجمارك عشان نطلع السلع اللي موجودة في الجمارك وفي الموانئ ومستلزمات الإنتاج، فالحاجات تبدأ ترخص، الناس يجي لها السلع اللي بره، فأسعار الأعلاف والألبان والمش عارف إيه كله ينزل فيبدأ ينعكس على حضرتك؟ هل هنحط الفلوس في البنك المركزي فهنعمل تعويم او مش هنعمل تعويم، او هنطلع المستحقات الدولارية اللي علينا، او هنعمل مش عارف ايه في الجزء المتعلق بايه في الاقتصاد فالدنيا تتفك شوية؟ نظريات اقتصادية كتيرة جدا وناس بتتكلم وبتقول عندنا سيناريوهات من ثلاثة، يا اما الحكومة هتستمر في نفس السياسة الاقتصادية بتاعتها تاخد قروض وتضيع الفلوس وما تعملش تعويم فندخل في الازمة تاني في اخر 24 زي ما صفحة الموقف المصري قالت، او نروح للسيناريو التاني ان هم يفضلوا ياخدوا قروض لكن نعمل تعويم فده يحرك الموضوع شوية، يعملوا يفكوا القيود اللي على الدولار، يخرجوا الحاجات اللي موجودة في الموانئ فتبدأ الأسعار في خلال من 4 ل 6 شهور يعني الناس تحس ان في فرق موجود مع التعويم والكلام ده، فده وارد. او الجزء الثالث ان الحكومة تغير من سياستها الاقتصادية تماما وتقول خلاص يا جماعة احنا وقفنا سياسة الاقتراض، وقفنا سياسة الانفاق على المشاريع الكبيرة اللي ملهاش لازمة، وقفنا الحاجات دي كلها، هنعوم الجنيه، هنخرج الجيش من الاقتصاد، هنوقف القطاع الخاص على رجليه، احنا بنعمل سياسة اقتصادية مختلفة وجديدة وده هيحل الازمة بشكل سريع وهيخلي الناس تحس بالفرق. لكن الرئيس قال ان كل ده بلح، احنا مش هنعمل اي حاجه من الحاجات دي، امال هنودي الفلوس فين؟ مسك المايك وقال له يا دكتور مصطفى، على مصطفى مدبولي، احنا عايزين هبره من فلوس راس الحكمه. هبره؟ انت قاعد في صبح كابر يا فخامه الرئيس، هبره ايه؟ احنا عايزين هبره. يعني ايه هبره؟ عايزين 10 مليار جنيه من فلوس راس الحكمه تحطها لنا في الصندوق بتاع قادرون باختلاف. 10 مليار جنيه بسعر البنك المركزي يعني 300 مليون دولار تقريبا، فانت كده من 35 مليون دولار بتوع راس الحكمه ضرب لك الريس منهم 330 ولا 300 مليون دولار كده في هبره، في صندوق محدش يعرف الصندوق ده بتاع ايه، مين بيصرف عليه، مين بيشرف عليه. مصر الدوله الوحيده اللي عندها صناديق موازيه في كل قطاع، عندنا صندوق في وزاره الصحه فيه 70 مليار جنيه بلسان وزير الصحه المصري محدش يعرف عنهم حاجه غير هو والسيسي. عندنا صندوق في قناة السويس فيه مليارات برضو الجنيهات محدش يعرف عنه حاجة غير السيسي وأسامة ربيع. عندنا صندوق تحيا مصر محدش يعرف عنه حاجة غير السيسي. انت عارف يعني ايه صندوق انا اشرف عليه؟ يعني مش هتاخد مني مليم. ده تصريح ليه عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري. فاحنا هنا اول طلعة حصلت في فلوس راس الحكمة ان الرئيس هبر منها هبرة. هل الهبر ده هيستمر؟ هياخد هبره للعاصمه الاداريه، هياخد هبره للقصر الرئاسي، هياخد هبره للعلمين الجديده، هياخد هبره للنهر الاخضر في الصحراء بتاع العاصمه الاداريه، الحقيقه مش عارفين. لكن لو هنمشي بسياسه الهبره اللي الرئيس قالها، فانا احب ابشر حضراتكم ان فلوس راس الحكمه في خلال اسبوع اسبوعين بالكتير السيسي والرجاله اللي معاه والمشروعات بتاعتنا هيهبروها ومش هيتبقى لحضراتكم حاجه ولا هيتبقى للاقتصاد المصري حاجه، وهنرجع لنفس الازمه في زمن قياسي. قول لي رايك في التعليقات، ايه رايك في موضوع الهبره اللي السيسي طلبها النهارده من مصطفى مدبولي؟ وهل فلوس راس الحكمه هتتصرف في اماكن تفيد حضرتك كمواطن مصري ولا هتضيع في هبرات السيسي ورجالته؟